بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الجزء الثالث في حل المعادلات التفاضلية الغير متجانسة. هنتكلم بقى على الحالة الرابعة. الحالة الأولانية اتكلمنا على الإي، وخدنا حالة خاصة منها لما تبقى رقم. الحالة الثانية اتكلمنا على الساين والكوزين. الحالة الثالثة اتكلمنا لما تبقى كثيرات حدود. الحالة الرابعة بقى لما يبقى واحد على الإف أوف دي بيدخل على اي اس الفا اكس في الاف اوف اكس. الاف اوف اكس بقى دي ايا كان تبقى ساين كوزين كثيرات حدود مش هتفرق ايا كان اللي هيطلع. طيب هنتفرج دلوقتي الحاله دي بنعمل فيها. قال لي ده بيساوي، بتطلع الاي دي بره وبتشيل كل دي وتحط مكانها دي زائد الالفا اف اوف اكس. اف اوف دي زائد الالفا على الاف اوف اكس. تعالوا ناخد مثال على الكلام ده. solve the differential equation y double dash ناقص 5 y dash زائد 6 y بيساوي e اس 4 x في x تكعيب. طيب اهي الحاله بتاعتنا اهي، ابدا احل. يبقى دي تربيع، ناقص 5 دي زائد 6، كل ده على الواي بيساوي اي اس 4 اكس في الاكس تكعيب. طبعا هنجيب المعادله المساعده ومنها هنجيب الواي سي زي ما اتعلمنا قبل كده. نجيب بقى الواي بي، ده اللي انا عايز اجيبه. يبقى واحد على دي تربيع ناقص 5 دي، سوري هنا المفروض سوري هنا زائد واحد، آسف عندي غلطة، هنا زائد واحد زائد ستة، سوري زائد ستة، وهنا اي اس 4 اكس اكس تكعيب. والله براحتك، عايز تجيب دي زائد الفا من الوقت وتشيل كل دي، الالفا هنا بتاعتنا باربعة وتعوض كل دي زائد 4 براحتك، لكن انا شايف هي لها اكس تكعيب فيستحسن احلل وبعدين اعوض. يعني ممكن من الوقت اشيل كل دي واحط دي زائد 4 عادي خالص، صح؟ لكن انا طالما شفت انها كثيرات حدود وكده كده في كثيرات حدود انا بحتاج كده كده ان انا احلل، فانا هحلل من دلوقتي وهخلص. يعني هنا ايه الخطوه دي، انا كده ايه، لا هركنها شويه تتاجل. طيب يبقى الواي بي هيساوي واحد على، تعالوا نحلل، ده هيبقى دي كام في كام؟ سالب 3 في دي ناقص 2، أو دي ناقص 2 في دي ناقص 3. اي أس 4 إكس للإكس تكعيب، خلاص أدي الألفا بتاعتي اللي هي إيه؟ 4. هنشيل كل دي ونحط دي زائد 4. يلا يبقى واي بي هيساوي واحد على، قلنا نشيل كل دي نحط كام؟ دي زائد 4 دي زائد 4. يبقى القوس الاولاني دي زائد 4 ناقص 3، دي زائد 4 ناقص 2 للاكس تكعيب، وبطلع بره هنا اي اس 4 اكس. يعني الواي بي هيساوي اي اس 4 اكس. خلصت من اي، رميتها بره، واحد على دي زائد واحد في دي زائد اتنين. حلو جدا. للاكس تكعيب، طبعا اكس تكعيب انا بحب اخليها واحد زائد ان، نفتكر يا عشان ما ننساش. يبقى انا بحب اوصلها لواحد زائد ان او واحد ناقص ان عشان اعرف اشتغل. يعني الواي بي بيساوي اي اس 4 اكس. دي زائد اتنين، انا ممكن اخد النص ده بره او الاتنين من تحت بره اهو، هيتفضل واحد زائد دي على الاتنين، ودي واحد على واحد زائد الدي. يبقى القوس الاولاني اهو انا ما جيتش جنبه، لكن التاني انا خدت منه الاتنين. ونرجع للفيديو اللي قبل ده عشان اشوف انا عملت دي ازاي للاكس تكعيب. يبقى الواي بي هيساوي نص اهو اللي هو ده اي اس 4 اكس. هبدا افك ده
القوس الأولاني واحد، دي على الاثنين، دي تربيع على الأربعة، دي تكعيب على تمانية. عندي غلطة هنا، إيه هي الغلطة؟ إن تحت الإشارة بتبقى واحدة وواحدة، لأن اللي في النص دي إشارة موجبة، اللي في النص دي إشارة موجبة، فهتبقى واحدة موجب وواحدة بالسالب يا شباب. وأقصى تفاضل التفاضل التالت، يعني هقف لغاية هنا مش هكمل. المفروض زائد دي أس 4 على 16، دي أس 5 على 32، لا أنا هقف. القوس التاني واحد ناقص دي زائد دي تربيع ناقص دي تكعيب، وهقف لأن أقصى مشتقة عندي اللي هي المشتقة التالتة. يبقى الواي بي هيساوي نص اي أس 4 إكس. أسيب الأولاني أهو زي ما هو، وابدا اتعامل مع ده. يبقى واحد في الاكس تكعيب، ادي اكس تكعيب، مشتقة الاكس تكعيب 3 اكس تربيع، المشتقة التانية 6 اكس، المشتقة التالتة ب 6. ابدا بقى اتعامل مع القوس ده كله. يبقى الواي بي هيساوي نص اي اس 4 اكس. هبدا اضرب الواحد في الكلام ده، يبقى اكس تكعيب 3 اكس تربيع زائد 6 اكس ناقص 6، ها ناقص نص. هلا هنجيبها بلون تاني عشان نميز اهو، ناقص نص. المشتقه الاولانيه لده يبقى 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 6 زائد ربع. المشتقة الثانية لده يبقى 6 اكس ناقص 6 ناقص 1 على 8. المشتقة الثالثة اللي هي بكام؟ ب 6. نبدأ نجمع. يبقى الواي بي هيساوي نص اي اس 4 اكس. اكس تكعيب، الاكس تربيع فين يا جماعه؟ ندور على الاكس تربيع، انا عندي ده اكس تربيع وده اكس تربيع، وناخد بالنا ان ده مضروب بره في سالب نص، فهيبقى عندي هنا سالب 3 سالب 3 على الاثنين، سالب 3 سالب 3 على الاثنين. يبقى ده هيديني كام؟ سالب 3 اللي هي 6 على 2، وسالب 3 على 2 يبقى سالب 9 على 2، يبقى سالب 9 على 2 اكس تربيع. طب تعالوا نشوف الاكس فين. الاكس عندي دي فيها اكس، ادي 6، ودي عندي فيها اكس، سالب 6 في سالب نص يبقى زائد 3، ودي عندي فيها اكس يبقى 6 على 4 اللي هي 3 على 2 يبقى 9، و3 على الاثنين يبقى 18، يبقى 21 على الاثنين، واشارتها بالموجب. الحد المطلق يا شباب، لو جمعنا الحد المطلق هجمع ده سالب 6 وهجمع ده، لاحظوا ان هو مضروب بره في سالب نص يبقى سالب 3، وهجمع ده سالب 6 على 4 اللي هي سالب 3 على الاثنين، وهجمع ده سالب 6 على 8 اللي هي 3 على الأربعة. فالناتج في النهاية ده هيديني على ما أعتقد سالب 18، سالب 3 على أعتقد يديني سالب 45 على الأربعة. وبكده أنا جبت الواي بي. يبقى الواي عبارة عن واي سي زائد الواي بي. يبقى الحالة بتاعت الإي لما بتخش على أي دالة، الإي بتطلع بره، وبشيل كل دي واحط مكانها دي زائد الفا. تعالوا نشوف واحده فيها اي داخله مع ساين او كوزين. واي دبل داش ناقص
7 واي داش زائد 12 واي بيساوي اي اس 5 اكس ساين 2 اكس. نعمل ايه في المسألة ده شباب؟ اي اس 5 اكس ساين 2 اكس. نجيب المعادلة الأول نخليها بدلالة الأوبريتور اللي هو الدي. كل ده بيأثر على الواي، هيساوي اي أس 5 اكس ساين 2 اكس. طيب يبقى هنا أنا هجيب الواي سي خلاص. أنا المهم عندي دلوقتي الشرح بشرح إيه إزاي أجيب الواي بي. يبقى واحد على دي تربيع ناقص 7 دي زائد 12. أهم حاجة أحدد الحالة اللي أنا شغال عليها، الحالة دي اللي هي الإي أس 5 إكس ساين 2 إكس، يعني الإي مضروبة في دالة. يبقى هنشيل أدي الألفا، يبقى هنشيل كل دي ونحط دي زائد ألفا اللي هي دي زائد 5. يعني الواي بي هيساوي 1 على، بس الإي بتطلع بره أهي، دي زائد 5 الكل تربيع ناقص 7 دي زائد 5 زائد 12. الكلام ده لايه؟ لساين 2 اكس. وانا عارف الحاله بتاعت الساين بشتغل عليها ازاي. يبقى الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس بره تحت دي تربيع الاول في الثاني في 2 يبقى 10 دي الثاني تربيع ناقص 7 دي ناقص 35 زائد 12 لساين 2 اكس وفوق هنا 1. يبقى الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس 1 على دي تربيع زائد 3 دي سالب 10 يبقى زائد 2 لساين 2 اكس. هنا بقى الالفا بتاعتي بكام؟ ب 2 او البيتا بتاعتي بيساوي 2. وانا كل بشيل دي تربيع واحط مكانها ايه؟ سالب بيتا تربيع اللي هي كام يا شباب؟ سالب 4. يبقى في حاله الساين قلنا بنشيل كل دي تربيع ونحط مكانها سالب بيتا تربيع اللي هي سالب 4، ونرجع للفيديو بتاع الكيس بتاع الساين. يبقى الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس سالب 4 زائد 3 دي زائد 2 لساين 2 اكس. يعني الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس 1 على، ها قلنا كام بقى؟ 3 دي ناقص 2 لساين 2 اكس. ده اللي احنا وصلنا له. تعال نبص عليها نتاكد تاني اهو. ادي 3 دي وسالب 4 زائد 2 بسالب 2. طبعا قلنا الساين والكوزاين بتتعامل مع الدي تربيع، فبنعمل ايه هنا؟ عايز اخلي ده دي تربيع، فهضرب في 3 دي زائد 2 هو هو، بس بغير اشاره الايه؟ الاشاره اللي في النص، عشان اللي تحت ده مع ده يبقى فرق بين مربعين، بيديني الاول تربيع ناقص الثاني تربيع. طب والبسط برميه بره. يبقى الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس 3 دي زائد 2 1 على 9 دي تربيع ناقص 4 لساين 2 اكس. الحاله بتاعت الساين يبقى سالب بيتا تربيع بيساوي سالب 4. يبقى الواي بي هيساوي اي اس 5 اكس 3 دي زائد 2 1 على 9، اشيل الدي تربيع واحط سالب بي تربيع اللي هي سالب 4 ساين 2 اكس. طبعا ده رقم ثابت ممكن ارميه بره خالص. يبقى الواي بي هيساوي طبعا ده يديني سالب 1 على 40. يلا بقى شباب، 3 دي ساين 2 اكس زائد 2 ساين 2 اكس. يبقى ضربت ده في القوس اللي قدامي ده. يبقى الواي بي هيساوي سالب 1 على 40 اي اس 5 اكس. ها
3 مشتق ساين 2 اكس ب 2، يبقى 3 في 2 6، 6 كوزاين 2 اكس زائد 2 ساين 2 اكس. انا كده جبت الواي بي بتاعتي. يبقى هنا عرفنا الحالة الثالثة اللي هي بتاعت ايه شباب؟ بتاعت الاي مضروبة في دل. طيب دي كانت الحالة الرابعة. الحالة الخامسة هي ما تعتبرش حالة. لو انا عندي واحد على الاف اوف دي دخل على شاين بيتا اكس او كوشاين بيتا اكس، طبعا هي لها قاعدة بس مش عايزين ناخد القاعدة على طول، عايزين نفهم بس جت منين. طيب انا عندي ان شاين بيتا اكس هي عبارة عن ايه؟ اي اس بيتا اكس ناقص اي اس ناقص بيتا اكس على الاتنين، وكوشاين بيتا اكس اي اس بيتا اكس زائد اي اس ناقص بيتا اكس على الاتنين. يبقى انا هقدر احول الشاين والكوشاين لمساله بتاعت ايه؟ لمساله في الاي. يعني مثلا لو انا عندي هنا وليكن واحد على دي تربيع ناقص 2 دي ناقص 3 مضروب هنا في شاين 4 اكس. احل ده ازاي؟ تعالوا نشوف. لو جت لي بالشكل ده ها يبقى واحد على دي تربيع، يعني مثلا لو جت لي هنا واي بي اهو بيساوي الكلام ده، هنعمل ايه؟ يبقى دي تربيع ناقص 2 دي ناقص 3، اشيل بقى الشاين يبقى اي اس 4 اكس ناقص اي اس ناقص 4 اكس على الاثنين، يعني ممكن احط نص كده، يعني ده بيساوي نص واحد على دي تربيع ناقص 2 دي ناقص 3 اي اس 4 اكس ناقص واحد على دي تربيع ناقص 2 دي ناقص 3 اي اس سالب 4 اكس، وحولتها للقاعده بتاعت الاي. خلاص يبقى انا كده شغال على الاي عادي، اللي انا بشيل كل دي واحط مكانها كام؟ الفا. يبقى في الجزء الاولاني احط 4 وفي الجزء الثاني احط سالب 4، يبقى ده نص واحد على 16 ناقص 8 ناقص 3، لكن في الجزء الثاني واحد على سالب 4 تربيع يبقى 16 زائد 8 ناقص 3، يعني ده بيساوي شباب نص. يبقى هنا ده هيديني 8 نشيل منهم 3 يبقى 5 ناقص 16 8 24 نشيل منهم 3 يبقى 21 اي اس سالب 4 اكس. يبقى انا هنا بقدر احول الشاين والكوشاين لقاعده عندي. طيب تعالوا بقى ناخد الحالات الخاصه. ايه هي الحالات الخاصه؟ لو انا عندي واحد على الاف اوف دي للاي اس الفا اكس، ده بيساوي واحد على اف اوف الفا اي اس الفا اكس، وهنا اف اوف الفا دي لا هنا هتساوي صفر. طب بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ اقول لكم تعالوا بقى. بمسك واحد على الاف اوف دي للاي اس الفا اكس، اعتبره مضروب في واحد، والواحد ده اعتبره هو الداله في الاكس. في الحاله دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطلع الاي بره، يبقى واحد على الاف اوف دي زائد الالفا للواحد اللي هنا، وبعامله كانه كثيره حدود بالظبط، سواء في التفاضل او في التكامل. معنى عارفين ان دي معناها اشتقاق، يبقى واحد على دي معناها ايه يا شباب؟ معناها تكامل. طيب تعالوا نشوف مثال على الحالة الخاصة اللي قدام. تعالوا نشوف مثال على الحالة الخاصة دي فين؟ نجيب لكم مثال سهل.
سولف دي تربيع ناقص 3 دي زائد 2 للواي بيساوي اي اس اكس. خلاص الواي سي انتوا هتجيبوها، انا هجيب لكم الواي بي، يبقى 1 على دي تربيع ناقص 3 دي زائد 2 اي اس اكس. طبعا هنا الالفا بتاعتي بيساوي كام؟ 1. يبقى ده بيساوي 1 على 1 ناقص 3 زائد 2 اي اس اكس، يعني 1 على 0. يبقى دي الحاله الخاصه، يبقى دي كده مش هتنفع. طب نعمل ايه؟ قلنا طالما هنتعامل معاها كانها بولينوميال تعالوا نحللها الاول. يبقى دي وهنا دي اي اس اكس، الاثنين يبقى هنا 2 وهنا 1، والاثنين ياخدوا اشاره سالبه. طيب يبقى هنا الالفا بتاعت هنا بكام؟ بواحد. فهشيل كل دي واحط مكانها دي زائد الفا اللي هي دي زائد ايه؟ دي زائد 1. يبقى الواي بي هيساوي 1 على ها دي زائد 1 ناقص 2 مضروبة في دي زائد 1 ناقص 1، وهنا 1 وبطلع بره هنا ايه؟ اي اس اكس. يعني ده بيساوي اي اس اكس بره اهو 1 على دي ناقص الواحد، وهنا في الدي للواحد. طيب ها واحد دي تعالوا نتعامل كانها ايه؟ كانها بولينوميال. او هنا على طول دي لما اخش على رقم هشيل كل دي هنا في الحته دي واحط صفر، كانها القاعده بتاعت الدي، لان المشكله في دي، احنا قلنا لو رقم هي دي المشكله في الحته دي مش دي. ففي الجزء ده هشيل كل دي واحط صفر واخلص. في الجزء ده هنشيل كل دي ونحط صفر ونخلص، لكن في الجزء بتاع الدي ده لا، ده اللي هيحصل فيه تكامل. يبقى الواي بي هيساوي اي اس اكس 1 على 0 ناقص 1، 1 على الدي للواحد. 1 على دي للواحد يعني تكامل الواحد. تكامل الواحد بكام؟ باكس. يبقى الواي بي هيساوي سالب اي اس اكس، ودي هتدينا يا شباب اكس. يبقى الحته دي استغليت القاعده بتاعت 1 على الاف اوف دي لما تخش على اي رقم بتديني 1 على الاف اوف 0 للرقم ده، لكن الحته دي لا، ما اقدرش اشتغل في الحته بتاعت الدي دي. طيب يبقى هنا دي الحاله الخاصه الاولى. يبقى هنا لو انا الحاله الخاصه الاولى بتاعت الاي والمقام لقيته بيساوي صفر، خلاص بطلع الاي بره وبشيل كل دي واحط دي زائد الفا. طيب الحالة الخاصة التانية اللي بلاقيها في الساين وفي الكوزين، لما الاقي المقام عندي بيساوي صفر لما اعوض على الاف اوف ناقص بيتا تربيع، تعالوا ناخد مسألة جنرال ونشوف هتتحل ازاي. هناخد يعني مسألة عامة على الساين والكوزين لما المقام بتاعنا بيساوي زيرو. ناخد مثال كده. ها دي تربيع زائد مثلا نخليها ك تربيع للواي بيساوي كوزين ك اكس، او خلينا شغالين بالبيتا، خلينا شغالين بالبيتا زي ما يبقى بي تربيع بيتا تربيع للواي بيساوي كوزين بيتا اكس. طب تعالوا بقى نشرح حاجه بقى مره هنا. انا عندي ان الكوزين اكس ده عباره عن اي اس اي اكس زائد اي اس ناقص اي اكس على الاثنين، وساين اكس هي عباره عن اي اس اي اكس ناقص اي اس ناقص اي اكس على الاثنين اي. كنت دايما بقول ان الكوزين اكس هو عباره عن الريال بارت بتاع اي اس اي اكس، والساين اكس
هو عبارة عن الإيماجنري بارت بتاع الـ E أس أي إكس. يبقى أنا هنا هشتغل على الريال والإيماجنري. والله لو المسألة جاية لي كوزاين أنا شغال في الجزء الريال، لو المسألة شغالة ساين يبقى أنا شغال في الجزء التخيلي. طيب تعالوا نشوف المسألة اللي قدامي دي لو جيت لي أحلها إزاي. يبقى الـ YB هيساوي 1 على D تربيع ناقص البيتا تربيع كوزاين بيتا إكس. طب احنا هنا بنشيل ايه؟ بنشيل كل دي تربيع ونحط مكانها سالب بيتا تربيع. فلما اجي اعوض هنا الاشاره دي زائد طبعا. يبقى 1 على سالب بيتا تربيع زائد بيتا تربيع، باظت المساله مني وبقى المقام بتاعي بيساوي صفر. بقى المقام بتاعي بيساوي صفر. طب هنعمل ايه؟ بصوا بقى معايا. يبقى الواي بي 1 على، احنا قلنا كوزين ده ايه؟ مش الريال بارت؟ اه. يبقى انا عايز الريال بارت 1 على دي تربيع زائد بيتا تربيع اي اس اي بيتا اكس. انا الزاويه كانت اكس اي اكس، بيتا اكس اي بيتا اكس. طب كنا بنعمل ايه هنا يا شباب؟ كنا بنعمل ايه؟ ها؟ القاعده بتاعت الاي، القاعده بتاعت الاي. يبقى بنشيل كل دي ونحط مكانها اي بيتا. بصوا يا جماعه اللي هنا الالفا بتاعتي اهو، هو اللي جنب الاكس ده، هي دي الالفا. يعني كنا بنشيل كل دي ونحط مكانها الالفا، الالفا بقى اللي هي في الحاله دي اللي هي ايه؟ اي بيتا. يبقى الواي بي هو عباره عن الريال بارت، يلا 1 على ها اي بيتا، اي بيتا يبقى اي ها بيتا الكل تربيع زائد بيتا تربيع. الله، طب ما الاي تربيع بيساوي سالب واحد، فاحنا وصلنا لنفس القاعده ان المقام بيساوي صفر. الله، للحاله الخاصه لما المقام بيساوي صفر بقى بنعمل ايه؟ يبقى الواي بي بيساوي الريال، نفتح قوس بنطلع الاي بره، قلت لنا كده 1 على، وهنشيل كل دي ونحط دي زائد الفا. وهنا الواحد. يبقى الواي بي هيساوي الريال بارت، انا شغال على الريال بارت اي اس اي بيتا اكس. تعالوا نفك المقام، الاول تربيع، الاول في الثاني في اثنين، الثاني تربيع ها لان اي تربيع بكام؟ بسالب واحد، زائد بيتا تربيع، الكلام ده دخل على الواحد. ناخد هنا هنلاقي اللي كان عامل لي مشكله، يبقى الواي بي عبارة عن الريال بارت، يعني أنا هختار الريال بارت اي اس اي بيتا اكس 1 على، هاخد الدي مشترك، لما اخد الدي مشترك هيتفضل ايه؟ دي زائد 2 اي بيتا. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ اه، كنا في الجزء الاولاني ده بنعوض عن كل دي بيساوي صفر، والجزء الثاني ده تكامل. يبقى الواي بي خليها باللون الاحمر مش مشكله، عباره عن الريال بارت اي اس اي بيتا اكس 1 على 2 اي بيتا، تكامل ايه الواحد ده بكام؟ بالاكس، تكامل الواحد بالاكس. طبعا هنا ما كناش بنعرف نسيب الاي دي في المقام، واحد على الاي كانت بيساوي سالب اي، واحد على الاي كانت بتساوي سالب اي. يبقى انا عندي الواي بي بيساوي الريال بارت 1 على 2 بي، لا مش واحد بقى، يبقى سالب اي. الاي عندي شكلها عامل ازاي؟
كوزين بيتا اكس زائد اي ساين بيتا اكس. الكلام ده كله مضروب في الاكس. طيب يعني الواي بي بيساوي الريل. معلش يا جماعه هي طولت شويه. اكس على الاثنين بي. تعالوا نضرب بقى الاي دي جوه. يبقى سالب اي كوزين بيتا اكس سالب اي في الاي يعني سالب اي تربيع يعني سالب سالب واحد يبقى زائد ساين بيتا اكس. كده فين الجزء الحقيقي؟ هو انا عايز الجزء الحقيقي اهو. مضروب طبعا في ده. لكن ده بقى هو التخيلي. يبقى الجزء الحقيقي في المسألة يبقى الواي بي بيساوي اكس على الاثنين بيتا ساين بيتا اكس. يبقى اكس على الاثنين بيتا ساين بيتا اكس. ده الحالة الخاصة بتاعتي. يبقى بشتغل بنفس الطريقة. وبكده نكون انتهينا من محاضرتنا النهاردة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تحقق ولو قدر بسيط من الاستفادة. كان معكم دكتور محمد عوض. ممكن تواصلوا معي عن طريق الإيميل الموجود قدامكم دلوقتي أو عن طريق صفحتي على الفيسبوك الواضحة على الشاشة.